أخبار اليوم. هذا المشروع مشاهدين الكرام بالتأكيد التي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية الكبرى كمشروع شرق التفريعة ومشروع الضبعة ومشروع شبكة الطرق القومية وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف بالتأكيد تحقيق التنمية الشاملة لكل ربوع مصر. هذا المشروع الذي اختارت القيادة السياسية أن يكون ضمن المشروعات القومية الكبرى والذي يهدف في الأساس إلى خدمة أهالي هذه المنطقة، ويهدف المشروع في الأساس إلى خدمة ما يقرب من 60% منه لأهالي الوجه القبلي والصعيد تحديدا لتحقيق الكثير من الطموحات في هذه المناطق المختلفة: النهضة الزراعية، النهضة العمرانية، التغير الاجتماعي والاقتصادي بالتأكيد في كل هذه المناطق التي يتضمنها المشروع، إلى جانب المساحات الزراعية الكبيرة بتتواجد أيضا النهضة العمرانية. فهناك القرى الخدمية والقرى الزراعية التي صممت بطراز الريف المصري القديم حتى تتكامل هذه المنظومة. أعزائي المشاهدين، بالفعل حطت طائرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكان الاحتفال بهذا المشروع القومي الكبير، وسيكون في استقبال السيد الرئيس السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أيضا السادة الوزراء، السيد وزير الإسكان، السيد وزير الري، السيد وزير الزراعة، والعديد من السادة المسؤولين، أيضا السيد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أيضا السيد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد اللواء أركان حرب كامل عبد الهادي الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بالفعل أعزائي المشاهدين، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى قاعة الاحتفالات حيث تشرف هذه القاعة والحضور جميعا باستقبال السيد الرئيس الذي يعطي إشارة البدء لافتتاح هذا المشروع العملاق، هذا المشروع الذي يعتبر أمل ومستقبل مصر في 100 سنة القادمة. هذا المشروع الذي يستوعب آلاف الشباب من الخريجين في جميع المجالات، سواء على المستوى الزراعي أو على المستوى التعديني أو على المستوى الصناعي. هذا المشروع أعزائي المشاهدين، جميع الأيادي المصرية، جميع الهيئات، المؤسسات، الوزارات تدلو بدلوها في هذا المشروع. في 2018 إن شاء الله سنجني باكورة هذا المشروع، وهي أيام قليلة ونستقبل خيرات هذا المشروع. كما نتابع معكم مشاهدين الكرام على الشاشة ومن خلال الكاميرا كما تنقل الصورة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بالفعل إلى القاعة التي يتم فيها الاحتفال بهذا المشروع العملاق وإطلاق إشارة البدء لهذا المشروع، مشروع 1.5 مليون فدان، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي كبار رجال القوات المسلحة وكذلك أيضا كبار الوزراء وكبار رجال الدولة، وذلك تمهيدا لإطلاق إشارة البدء هذا المشروع، وبشكل خاص من هذه المنطقة، منطقة الفرافرة التي تعد هي باكورة تنفيذ هذا المشروع، حيث تم بالفعل إنجاز وزراعة واستصلاح 10,000 فدان في منطقة الفرافرة، تضم منطقة زراعية وكذلك أيضا قرى زراعية وقرية خدمية، بالإضافة إلى منطقة صناعية تحت عنوان هذا المشروع بيحمل يلا نكمل المشوار، مشوار التنمية، مشوار التنمية المستدامة والتنمية أيضا الشاملة لهذا الوطن. وهي المشروعات القومية تتوالى، وخصوصا أننا في وداع عام 2015 وبنستقبل عام جديد بيحدث